أفرزت قرعة دوري 32 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا عن مواجهة فريق الوداد الرياضي للفائز من مباراة ريفرز يونايتد النيجيري وأوتانا الليبيري، ومن المنتظر أن يخوض فريق الوداد الرياضي مباراة الذهاب خارج المغرب أحد أيام 7 أو 8 أو 9 من شهر أكتوبر القادم، ويجرى لقاء الإياب في مركب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء في أحد أيام 15 أو 14 أو 16 من الشهر ذاته. الجدير بالذكر أن فريق الوداد الرياضي هو حامل لقب هذه البطولة بعد تتويجه بلقب النسخة الماضية على حساب الأهلي المصري بعدما تمكن من التغلب عليه بنتيجة 2-2 في مدينة الدار البيضاء في 30 من يونيو.